السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار، سيد الاستغفار، عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. في صحيح البخاري الحديث رقم 6306. بارك الله فيكم.